الشاي يا باشمهندس، ما تحطش حاجة عندك يا عم أبو الوفا، هات الشاي من هناك، لو أي ورقة اتنقلت من مكانها مش هعرف ألاقيها تاني. حاضر. هو أنت هتشرب اتنين شاي؟ لا، واحد. أمال قلت لي أعمل اتنين ليه؟ التاني اللي شريف المحاسب بتاعنا، بعده دلوقتي. طب ما كان الشاي بتاعه يستنى لحد ما يجي يا ابني. هو قال إنه جاي تلاتة، الساعة دلوقتي تلاتة إلا دقيقتين، يبقى لازم يجي يلاقي شاي وجاهز. يا سلام، اشمعنى يعني الموعد اللي هتبقى مظبوط؟ ما المكتب اهو حاله يضرب يقل. معلش، الحاجات اللي في المكتب دي يا عم ابو الوفا ملكي بتاعتي، انما الوقت ده بالنسبه للناس ملكهم هم، لازم احافظ عليه كويس جدا. بقول لك يا عم ابو الوفا. نعم. ايه اغلى حاجه في الدنيا؟ اللحمه. حلوه دي، انا معاك ان اللحمه غاليه، بس ايه تاني اغلى حاجه في الدنيا؟ الصحه. مظبوط. في حاجة تالتة بقى أنت ما تعرفهاش، الوقت. الوقت ده بالنسبة للناس في منتهى الأهمية، لازم أحافظ عليه. ده الأستاذ شريف وصل أهو. ماشي. تلاتة بالظبط. مظبوط. أقعد أشرب شايك بقى. ها؟ حلتها؟ صعبة أوي يا أخي. مفيش سيولة تكفي تأمين العملية. طب والعمل؟ مفيش غير ان انا ابيع الشقه واسكن في المكتب. ما ينفعش، المكتب اصلا فوضى، ولو جيت تعيش هنا هيتقلب لوكاندا. طب والعمل؟ يعني اخسر العمليه بعد ما رست عليا؟ طب قدامك مهله قد ايه على ما تدفع التامين؟ اسبوعين. اسبوعين. طب هو في حل كويس. لايمنا عليه؟ بص يا سيدي، احنا نطلع على البلد ونقابل اعمامك ونحاول نستلف منهم مبلغ التامين باي شكل كان. ان شاء الله بقى نمضي على وصل امانه، شيكات، كمبيالات. عمامي؟ ده انت طيب قوي يا شريف. عمامي مين يا ابني؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت؟ دول دوخوني السبع دخات على ما قدرت اخد نصيبي في ميراث ابويا الله يرحمه، ونصيبي ده خدته ايه بقى؟ متاكل نصه. قال بحجه ايه؟ ان هم صرفوا عليا في المدرسه والجامعه. ده الحمد لله ان انا خدت الكام فدان دول اللي بعتهم للفلاحين وراكبنا بتراب الفلوس. ولولا كده ما كنتش فتحت المكتب. خلاص حفظنا الموال ده، بسمعه بدل المره 100,000 مره يا محمود. بس الغلطه بقى غلطتك، لانك بقالك 4 سنين في السوق، عمرك لا فكرت تحوش ولا حتى معاك سيوله. يا شريف انا تركيزي اني اعمل اسم وسمعه، وبعدين كان لازم اشتري الشقه، هفضل انام في المكتب هنا على طول؟ انا لو خدت العمليه دي يا شريف هتبقى بدايه مشوار العمليات الكبيره والمكسب التقيل. طب اسمع محمود، هو مكتبك واسمك يساوي كام دلوقتي؟ انت بتسالني؟ مش انت المحاسب بتاعي يا ابني؟ انت اللي عارف. اقول لك يا سيدي، بحسبه بسيطه يساوي حوالي 150,000 جنيه. يعني ايه؟ ابيع المكتب؟ مكتب ايه اللي تبيعه؟ انا جبت سيره بيع مكتب دلوقتي؟ ما انت اللي بتقول يا شريف مش عارف ايه. ركز يا محمود، ركز يا محمود. اتفضل. احنا ندور على شريك مهني ومول. شريك مهني يا ممول؟ مش فاهم. افهمك، يعني نشوف حد بيفهم في الشغلانه بتاعتك دي. وليكن مقاول، مهندس، ممكن مهندس ديكور مثلا. اهم حاجه يكون معاه قرشين. نعمل شركه توصيه، دراسه جدوى، نقدر المكتب واعماله. يخش في المكتب بنصيبه كاش، كاش ماني، فلوس على الترابيزه، وبكده تتوفر السيوله. طب مش جايز نقع في ايد نصاب؟ يا عم محمود، هو احنا هنجيب حد من الشارع؟ دي مساله فيها عقود ودراسه جدوى وضمان جديه وفلوس، مش هبل يعني. يعني العملية دي أمونة ومضمونة؟ ومفيدة. حجم المكتب هيكبر وهتبقى الشركة معقولة. خلاص، اعمل اللازم. أولاً إعلان في الأهرام. مش أي إعلان، إعلان جامد كمان. مطلوب شريك مهني وممول لمكتب هندسي ناجح. جدا قوي. يا دادا بتعمل ايه؟ دادا زينب بغسل الصحون يا حبيبتي. بقول لك ايه، ركزي في الاسكافيه وانا هاجي اغسل الصحون. لا 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 لا، كل شيء هنا بالنظام. المطبخ ده بتاعي، ده ما حدش مد ايده فيه الا انا. بصي كده على الاعلان ده،
انهي يعني؟ تالت واحد تحت فرص، مطلوب شريك. مطلوب شريك مهني ممول لمكتب هندسي ناجح. ماله الاعلان ده؟ يا بنتي مكتب هندسي وعايز شريك، وانا مهندسة ديكور. بس ده بيقول عايز شريك ممول، يعني عايز فلوس. ما انا فاهمه، انا بسالك الاعلانات دي بتبقى جد ولا نصب؟ في ده وفي ده. طب وازاي تعرفي اذا كانوا نصابين ولا لا؟ انت محاميه وعارفه، اكيد في طريقه مضمونه. ساميه انت بتفكري في الموضوع ده بجد؟ لو جد ومش نصب، على فكره مش بطاله. النسكافيه حلوين، كل واحده تاخد فنجانها وعلى بره. عايزه اروق المطبخ. ماشي. حاضر. اتفضل رد. انا خلاص دماغي بقت قد كده اهو، مش معقول ده. من صباحيه ربنا التليفون ما سكتش يا اخي. يا جدع اسكت، الناس تسمعك. اعمل ايه بس، زهقت. الو. ايوه يا فندم، تمام الاعلان صحيح 100%. اه طبعا يا فندم. لا مكتب كبير وعمله كتير وسمعته معروفه. نفس الكلام، زهقت. اه يا فندم. تحت امر سعادتك هاخد الاسم لو تكرمت. اه ايوه يا فندم. مهندس مدحت صالح. ايه ده اللي بيغني بتاع وانا وياه يا رب؟ ايوه يا فندم. مع حضرتك؟ لا مفيش حاجه. عنواننا يا فندم 47 شارع رمسيس، مكتب الهندسه الحديثه يا فندم. ايوه مع حضرتك يا فندم. تنور يا فندم، ستنا مساء كويس قوي. اوكي مع الف سلامه. مع السلامه يا فندم. شفت؟ عشان انا بتكلم وانت روشني. مدحت صالح بجد ولا ايه؟ يا جدع مدحت صالح ايه اللي هيتكلم؟ ماله ده؟ امال الهندسه؟ صحيح ملوش دعوه بالهندسه خالص. ليه ده؟ كل دي ناس معاها فلوس؟ ده انا شركائي هيبقوا كتير جدا. انا حاسس ان انا مشكلتي اتحلت خلاص. هيحسب المال لاصحابه. اصل انت قايم في العسل. مش دريان دلوقتي ان العمارات بقت تطلع بالهبل. كله شغال في التمليك، كله بيقلب عيشه. صح صح. المهم المكتب ده لازم يروق عشان عندنا اكتر من 10 مواعيد. كده قهوه بلدي مش مكتب. طب مالكش دعوه بالمكتب بس، وضب انت ورقك وسنتفه وهنتفه، وما تخليش اي ثغره يخش لنا فيها واحد من اياهم يضيع المكتب وصاحب المكتب. ده شارع عمر يا شريف، مش اي شريك يا شريف، مش اي حد معاه فلوس يا شريف. انا بقول لك اهو. انا مش عايزك تبقى قلقان، عايزك تقعد كده وتحط رجلك على رجلك وتحطط وتهدى. انا عامل احتياطي وواخد كل الديفنس الممكن، لان الشركات دي لعبتي. اولا لازم نتاكد من سابقه اعمال، يعني عامل قبل كده مشروعات كبيره ولا لا، سمعته في السوق، ويا ترى هو فعلا المهندس بجد ولا مقاول انفار بجلابيه، سافر بورسعيد لبس بدله وعمل لي فيها باشمهندس. المهم مكتبه وشركته تساوي كام؟ قدامه عمليات حقيقيه فعلا ولا يا مولاي كما خلقتني؟ المواضيع دي كلها لازم نتاكد منها. قولي لي يا ساميه، انت ناويه الشركه بكام؟ ما انت عارفه البير وغطاه، هما كل اللي معايا 100,000 جنيه. بعد ما بعت الفيلا بتاعت المرحومه ماما اشتريت الشقه دي والعربيه، فضلوا لي 100,000 جنيه، فوائدهم مظبطه لي حياتي لغايه ما اتعين. لو طلع الاعلان ده مظبوط يبقى من حظك، هعمل لك عقد ما يخرش الميه وهكتب لك كل الضمانات اللازمه. يعني انت رايك نطلب ونشوف؟ احنا مش هنخسر غير ثمن المكالمه. دادا الجورنال لو سمحت يا دادا من عندك. استني. من عينيا يا حبيبتي، اتفضلي. متشكره قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياااام. الو. ايوه. مش انتوا النهارده عاملين اعلان في الجورنال؟ ايوه. طالبين مهندسة ديكور؟ مش مهندس؟ هو لا لا لا، أنا المحامية بتاعتها. أيوه. هو حضرتك صاحب المكتب؟ لا طبعا، أكيد حاجة، أكيد طبعا. طب ممكن لو سمحتي تديني الإعلان بالتفصيل؟ من فضلك. فين؟ في رمسيس؟ كويس أوي. لا أنا حاجة من المهندسين. أيوه. ناصر عبد الخالق ثروت؟ ايوه عارفاه. طيب الساعه 7؟ طيب متشكره قوي، مع السلامه. ها ايه رايك؟ المحاسب بتاعه هو اللي رد على فكره، بيتكلم كويس، بس برضو كل النصابين بيتكلموا كويس. على العموم احنا هنروح ونشوف كل حاجه على الطبيعه.
على رأي المثل يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. انت وراكي حاجه النهارده؟ والله حسب ما هتعزميني على ايه. انا معايا تذكرتين لفرقه الموسيقى العربيه، تيجي معايا؟ طب اكلم ماما او لا هتاخر شويه. لو طلع المكتب ده كويس وناجح يبقى من حظك. شغل واستثمار في مجال عملك يا بختك. الو. ايوه يا ماما انا ناهد. جميل بالهنا والشفا يا فندم. احنا ما تعرفناش لحضرتك مين؟ مش مهم الاسم، الاسم مؤجل، هتعرفوه بعدين لما نتفق على الشغل. انا جاي بخصوص الاعلان. بالظبط، خلينا في الاعلان. انتوا محتاجين شريك ممول، يعني مهندس ومعاه فلوس، الشروط دي موجوده متوفره، وغير كده انا جاي ومعايا الشغل. انا في موقع حساس في قطاع عام حكومه، يعني بنعمل ممارسات ومناقصات، بنبني بيوت ومدارس وفلل مناقصات، وانا اللي برسي المناقصات على الشركات والمكاتب، وانا اللي بستلم الشغل. وبعدين مش معقول مش فاهمين لغايه دلوقتي قصدي ايه. يعني جايز تكون مثلا قررت تقدم استقالتك، او قررت تطلع على المعاش تشتغل في القطاع الخاص، محتاج حد تشاركه. يا باشمهندس لو استقلت ولا طلعت على المعاش يبقى المشروع بتاعنا كله فشل. مشروع ايه اللي فاشل؟ لو سمحت حضرتك تتكلم بوضوح شويه وبشكل مباشر. لو رسيت المقاولات اللي تحت ايدي وضمنت الموافقه عليها حسب المواصفات، الحساب هيكون بينا ازاي؟ عشان كده سيادتك مش عايز تقول انت مين. يعني حضرتك بقى من تحت الترابيزه هترسي علينا المناقصات والممارسات من الجهه الحكوميه اللي بتشتغل فيها، واحنا نتلصق الشغل، وانت تقول ان هو مطابق للمواصفات. هو طبعا مش مطابق للمواصفات ولا حاجه، وسيادتك تستلم وانت تقبض واحنا نقبض. عليك نور. بس سعادتك دي ما تبقاش شركه، دي تبقى عصابه، وحضرتك شيخ المنصر واحنا الحراميه. ايه الاسميات الغريبه دي؟ الاسميات الغريبه يا مرتفع حرام يا نصار. اقعد يا محمود اقعد كده بلاش جنان. اقعد مين؟ اطلب البوليس، اطلب النيابه، اطلب المنتهى الاشتراك اسيب وتشهد على اللي يقوله. هو سهل اي خدمه؟ مش ده المكتب الهندسي الحديث؟ هو بعينه. اي خدمه؟ احنا جايين علشان الاعلان، ميعادنا الساعه 7. اهلا وسهلا، تشرفني. لو هو اللي بيرن الجرس قول له هسجنه. ايه ده؟ هسجنه. ايه يا محمود؟ الله الله. هسجنه؟ لا مش هسجنه. لا ممكن اسجنه. ما تبقاش كلمان بقى، مش هتسجنه. اهلا وسهلا. محاسب شريف يوسف، مهندس محمود ابو النجا. ايوه. انا المحاميه ناهد كمال، والمهندسه ساميه رمزي، كنا جايين عشان الاعلان. مش الاعلان بتاعكم؟ الاعلان ده انا اللي عامله. لا الاعلان ده بتاعي، اصل المكتب بتاعي وهو بيشتغل محاسب عندي. لا بس انا اللي ممشي المكتب يعني. تشربوا ايه؟ قهوه ولا شاي ولا حاجه ساقعه؟ انا ابو الوفا. ايوه يا باشمهندس. نعم. شوف الهواني بيشربوا ايه. حاجه ساقعه، حاجه ساقعه، سندوتشات. اثنين حاجه ساقعه وسندوتشات. عم اقول لك احنا طول عمرنا مكتب كرم. لا ما انا عارف، وانا اللي هاكل انا هشرب. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل استريح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مؤاخذة يعني، عشان بس ما تقولوش المجنون ده بيزعق ليه. انهي مجنون؟ اللي هو انا. محمود خلاص. لا مش خلاص، احكموا انتوا، انا راضي حكمكم. موظف كبير في الحكومه مهم جاي يشاركني،
هيشاركني ازاي بقى؟ يرس عليا المشروعات بالتزوير واستلمها مني بالغش ونسرق سوا بقى احنا الاثنين، ليه حق اتجنن ولا ما اتجننش؟ اكيد. شفت يا استاذ شريف؟ متشكر يا انسه. حضرتك اسمك محمود ابو النجا؟ ايوه يا فندم. ومهندس؟ اه طبعا مهندس. معماري صح؟ ايوه معماري صح. يبقى انت؟ انا ايه؟ فيلا بدورين عليها برج عربي، الشبابيك ارابيسك، والواجهه موزايكو ابيض في رمادي. مظبوط. اللوحه دي متبروزه ومحطوطه في فنون جميله. ايوه جنب اوضه العميد في الدور الاول، ده مشروع تخرجي. انت عارف ان انا متخرجه من فنون جميله؟ كليتي؟ ايوه. بس انا بقى كنت قسم ديكور، كان مشروع تخرجي تصور لتصميم الديكور الداخلي بتاع فيلتك. استنى، انت اللي رفضت تتعين معيد رغم انك كنت الاول على الدفعه؟ اه الحقيقه مجنون مش كده؟ لو مكتبك ماشي كويس تبقى سيد العاقلين. لا من الناحيه دي فهو ناجح جدا. الله، ده انتوا زي ما تكونوا اشتغلتوا مع بعض من زمان. ها ايه شروطك؟ شريف صاحبي والمحاسب بتاعي وهو اللي عارف كل حاجه. يعني انت اللي رديت عليا امبارح في التليفون؟ تمام انا. دي بقى ناهد صاحبتي والمحاميه بتاعتي، هي المسؤوله عن كل الاتفاقات والورق. ناهد عايزاكي تستخدمي مواهبك القانونيه وتجيبي لي احسن شروط من الاستاذ شريف. ما تخافيش عليا انا مذاكره له كويس قوي. شريف خد بالك انا عارفك حنين مع الستات الحلوين، ما تسوحنيش. ها ما تقلقش. اي نعم انا العينين الحلوه دي بتجنني لكن الشغل شغل. لا بقى ده انت ناويها لي بصراحه. انا في الشغل ما اعرفش ابويا. اكشف ورقك. اكشف انت الاول. احنا هنلعب كوتشينه. يلا بقى ليدي سبيرز. طيب على ما يتفقوا او يتخانقوا عايزك توريني مكتبي فورا. يعني انت موافقه؟ لو انت موافق. انا موافق طبعا. اتفضلي حضرتك اوريكي مكتبك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. يا شريف شوف انت والاستاذه المحاميه بقى هتتفقوا على ايه. ها اتفضلي. هما رايحين فين؟ هيفرجها على المكتب ووريها مكتبها. ايه ده هو خلاص بقى مكتبها؟ الظاهر كده. يعني هيتفقوا؟ اكيد. واحنا؟ لا متهيألي هنتفق. ورقك معاكي؟ انا دايما جاهزه. وانت؟ 100%. وما اعتقدش ان احنا هنتعب في الاتفاق لان انا انطباعاتي عنك كده من اول نظره ان انت واضحه جدا وصريحه جدا. وانت كمان باين عليك واضح وصريح ودغري. ها طلباتك ايه؟ عدل وتفاهم واحترام متبادل. نفس اللي انا عايزه بالظبط. يعني هنتفق؟ اكيد. هو ده بقى اللي بيسموه الاتفاق من اول نظره؟ بيسموه الاتفاق من اول ورقه. عدي عدي. تفضل تفضل يا عم. لا معلش كنت هتقعدي على العشاء بتاع امبارح. مش مشكله ممكن تقعدي. لا لا مش كشري ده كان بطاطس. اتفضل. ليه كده؟ اقعدي هنا. لا انت اللي عامل ده. هقول لحضرتك على حاجه. أنا عارف إن الشقة مبهدلة شوية وملبخة شوية، معلش، بس أنا أوعدك كل حاجة هتبقى زي الفل بإذن الله. لا من فضلك سيب كل حاجة وما تتعبش نفسك، أنا هوضبها، أنا عايزاك بس تفضي لي المكان. أنت ناسي إن أنا مهندسة ديكور ولا إيه؟ لا مش ناسي ولا حاجة والله، على فكرة أنا كنت متفق مع مهندس ديكور يجي يعمل شوية ديكوريشن للشقة كده يوضبها، بس معلش بقى هو عموما قرب يجي يعني. أكيد كنت مستنيني. أكيد أكيد طبعا. اتفضل. أنا ممكن أستعمل التليفون؟ اه طبعا. انت حظك حلو، حظك حلو جدا. انا مقدم على خطين تليفون، انت هيبقى لك خط وانا هيبقى لي خط ان شاء الله. بالنسبه للعفش قصدي مكتبك يعني كل حاجه زي ما هي. على فكره انا ما فيش حد معايا في المكتب هنا غير عم ابو الوفا اللي قدم لنا الحاجه الساعه دلوقتي، هو اللي فضل لي من البلد بعد ما بعت نصيبي من ميراث المرحوم ابويا الله يرحمه. جبته معايا هسيبه لمين؟ اوكي ما عنديش مانع.
بس انا تعالى اجيب معايا دادا زينب، هي اللي مربياني وما بقدرش استغنى عنها. اوكي ما عنديش مانع. خلاص كله تمام يا باشمهندس، كله تمام. حسن كله تمام. مش معقول يا ابني، ما هي محطوطه هنا كل يوم، كل يوم تقع فيها برضو. احنا خلاص اتفقنا على كل حاجه، ما فاضلش غير كتابه العقود وامضتكم. وفورا نسجل في الشهر العقاري. والسجل التجاري هيتغير باسمكم انتوا الاثنين. ايه رايك؟ انا رايي انه هايل. وانا كمان رايي انه هايل. احنا الاثنين راينا انه هايل. واضح يا متر ناهل انهم مش ناويين يدفعوا لنا ادعام. اهو ده بقى عيب الصحوبيه. طب ايه رايك لو نخليهم يعزمونا على عشاء في فندق خمس نجوم، او منها احتفال ومنها يمضوا العروض؟ انا موافقه، انا شخصيا هموت من الجوع. وما يخافوش، الفاتوره اللي هتيجي هتزودها على حسابات الدرايه. طب يا مرحبا مبروك يا شريف. صديقي حبيبي. اشتغل يا حبيبتي. يلا يا باشمهندس، الساعة بقت تلاتة. يلا الساعة بقت تلاتة، عندنا ميعاد مهم. اوكي. محمود. ايه؟ جزمتك حلوة قوي.
بتيجي يلا 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 معادي النوم يلا يا حبيبتي انا جاي معاك طيب يلا يا بيبي بس كله ده بقى لمين؟ يعني ايه لمين؟ يعني انت بتشتغل وبتعمل فلوس ليه؟ مش عشان استقرار وعشان بيت وعشان اسره؟ اقعد لف ودور حوالين الموضوع ده بقى، يا سيدي انا راجل معقد مش عايز اتجوز، مش عايز اتجوز ما بحبش الجواز. اقول لك على حاجه؟ انا في دماغي طموحات كتير قوي، في حاجات كتير عايز احققها، نجاحات كتير، اوعدك لما احقق الحاجات دي هتجوز، ماشي يا عم؟ يا سيدي الله يا سيدي الله ليه يا نهد؟ مبسوطة بجوازك؟ بصي في وش ميه ورانا وانت تشوفي السعادة اللي انا عايشة فيها. طب وشريف؟ شريف؟ شريف ده جوزي وحبيبي وكل حياتي. مش كل الرجالة زي بعض يا سامية. قصدك مش كلهم زي ابويا. راجل متجوز ومخلف. يسيب مراته وبنته ويسافر وينساهم. الظروف بتحكم. ظروف ايه يا نهد؟ أمي الله يرحمها وقفت جنبه وساعدته لغاية ما جات له البعثة. سافر ونسيها ونسيني. واحدة شقرة خطفته واتجوزها. قلقي نفسه معاها. كنت وقتها قد مايا. عايز إيه يا رمزي؟ أنت ما بقاش من حقك تتصل هنا. خليك في لندن، خليك مع الست اللي سبتني عشانها. بنتك؟ بنتك منين وأنت سايبها شهور؟ من فضلك ما اتصلش هنا، احنا خلاص اتطلقنا. ما تزعلش يا ماما. مش زعلانة. قلبي معاكي يا بنتي. عشان خاطري يا نهد بلاش تجيبي السيرة دي تاني. حاضر. مش هجيبها مؤقتا. بس أنا مصرة إن في رجالة كتير جدا كويسين. نهد. ما نهتش انا هفضل وراك لحد ما اشوفك في الكوشه والعب مع اولادك. طب يلا بقى عشان الوقت اتاخر، انا لسه هوصل محمود البيت. انت اللي هتوصليه؟ امال فين عربيته؟ الاستاذ لبس بيها النهارده الصبح في اتوبيس. يا دي الاتوبيسات، هي الاتوبيسات ديت ملهاش حل. لا يا ستي، الاتوبيس مظلوم، كان راكن وما فيهوش سواق. الاستاذ بقى سرحان دور العربيه وطلع وما شافوش. انت بتقولي يا سامي ما شافش الاتوبيس؟ ما شافوش. يا استاذ ما ينفعش، ما ينفعش، هو ده مكتب؟ دي عياده، حاجه متنظمه ومتوضبه زياده عن اللزوم. لا ما ينفعش. انا مش فاهم يا محمود، وهي دي حاجه وحشه يعني؟ ما اعرفش بس كانت وحشه ولا حلوه، بس كل اللي انا فاهمه وعارفه ان هي محبكاها زياده عن اللزوم. يعني انت قبل ما تحود لازم تبص حواليك، قبل ما تخطي اي خطوه لازم تبص تحت رجليك. لا صعب صعب يا راجل. فيها ايه بس؟ انا مش فاهم. الله، ده انت مهندس والهندسه يعني حسابات ودقه. طب اديك انت قلتها اهو هندسه، هندسه صبح وليل. طب خلي الشغل بالنهار، ما يبقاش صبح وليل بقى يا اخي. لا انا ما استحملش ده. سمسم، عايز اسالك سؤال. اسالي. يعني انت ومحمود كده بقالكم سنين مع بعض، عمر قلبك ما دق؟ محمود ابو النجا ما ينفعش، ده حياته كلها الهندسه وبس، رمل وبونه وخرسانه. ده غير ان فوضه الدنيا متجمعه فيه. عارفه المكعبات اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين؟ تحطي المكعبات جنب بعض يطلعوا صوره. اهو محمود ابو النجا كده، الف مكعب من دول، بس لما يتحطوا جنب بعض ما يطلعوش صوره تتفهم. تتصوري الاستاذ عمل ايه المره اللي فاتت؟ جالي المكتب لابس شراب كل فرده لون. طيب امبارح دخلت عليه المكتب لقيته نايم تحت المكتب وحاطط حجره تحت راسه. تتصوري؟ بس حنين وطيب. انت مش فاكره لما كان عندك برد فضل اربع ايام رايح جاي عليكي بالدكاتره؟ حصل، بس بعد ما خفيت لقيت شقتي بقت مزبله، علب الكشري في كل مكان. الاستاذ قعد ياكل كشري الاربع ايام. الله، مش عيانه وقعد جنبك؟ قعدت انا ودادا زينب بنشتغل يومين لغايه ما رجعنا الشقه لحالتها. يظهر ان كل العباقره مجانين.
اهو محمود ده بقى مهندس عبقري وبس. يعني سامي مش عاجباك؟ انا سامي شركتك يا جدع انت. شركتي اعظم شريكه في الدنيا، مايسترو في الديكور، مدرسه في التصميم والالوان. سامي الانسانه. الانسانه ولا اعرفها ولا عمري فكرت فيها، انما في الشغل يا عيني عليها حاجه عظمه. انت عارف هقول لك ايه، عواميد الخرسانه الخشنه اللي انا بصبها دي في ايدها بتبقى تحفه فنيه في منتهى النعومه. طب ده شيء هايل. ده بس اللي هايل، انما غير كده ما ينفعش. يعني مثلا ما ينفعش انا وهي نقعد على ترابيزه في مطعم هي تطلب كريبز وزيت وانا فشه وكرشه وطحال. انت نسيت اهم شرط ليها لما اتفقنا على الشركه؟ طبعا يا محمود، ده زينب لازم تبقى معاها في المكتب. طبعا، عشان نسكافيه وسندوتشات البيتي بان والايه اسمه ايه؟ الملفي والحاجات دي كلها. امال ايه؟ ده حتى المزيكا يا راجل، المزيكا سيمفونيات طول النهار. اخوي، وانت طبعا عايز كتكوت الامير وكدابه خيشه ومين اللي سارق العمود. فاهمك انا. الله، من عاشر القومة شريف، ده طول النهار معاشر نجارين مسلح ومبياضين وعمال محارة، أسمعهم إيه؟ لازم أسمعهم كتكوت الأمير وأحمد عدوية والناس دي كلها، أمال أسمعهم بيتهوفن؟ ده لو سمعتهم بيتهوفن يسيبوني ويمشوا. ها؟ جاهز يا باشمهندس؟ ثواني يا باشمهندس. إيه بتضحكوا على إيه؟ لا أبدا، أصل اتخذنا نكتة. طيب. يلا بقى. حاضر، تعالى وراك يا حاضر. سلام يا شريف. قال افتكروا نكته. لو ايه؟ افتكروها هما الاثنين مع بعض في نفس اللحظه. لزاز قوي. خصوصا مراتك. الله يشوفك. فعلا منظري كان يفطس بالضحك. لا. قولي لا. سجاير في عربيتي لا. هنفخها بره الشباك. الهوا هيدخلها جوه العربية. لا 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 لا، فل لا، ما بحبش ريحته. ده ليمون مش فل. ولو ريحه السجاير ارحم. ممكن تستحمل؟ بيتك خلاص قرب. احسن. بتدور على ايه؟ مفاتيحي. مفاتيحي مش لاقيها، ضاعت. مفاتيح ايه؟ مفاتيح الشقه والعربيه والمكتب. طب ما تدور عليهم كويس، اكيد هتلاقيهم. لا انا اخر مره طلعتهم من جيبي واحنا عند شريف. يبقى انا نسيتهم عند شريف اكيد. بس انا مش هرجع المعادي تاني. هو عم ابو الوفا مش في البيت؟ اصله النهارده الخميس وهو بيروح يقضي الاجازه مع اولاد اخوه في بنها، هو بيرجعش غير يوم السبت. طب والعمل؟ هو انت مش معاكي المفاتيح بتاعت المكتب؟ معايا. طب خلاص، وصلي المكتب قريب هنا اهو، وفرصه بالمره خلص شويه شغل ورايا. ماشي يا محمود، روح المكتب نام على الارض وحط تحت راسك قارب توب، بس بفتكر تعمل نسخه احتياطي من المفاتيح. ما انا عامل كده. امال راحوا فين؟ القهوة يا أبو الوفا. اسمها القهوة ياسي أبو الوفا. أبو الوفا. خلاص خلاص، تسلم إيديك يا زينب. يا سلام، مين يصدق إن بكرة يفوت خمس سنين على الشركة بنسي محمود والست سامية؟ قصدك يا سلام بكرة يفوت خمس سنين على أول مرة شفتك فيها هنا. يا سلام، فاتوا زي نسمة الهوى. ولسه هيفوتوا اكتر واكتر، وده اللي مخوفني وقلقني قوي. مخوفك وقلقك من ايه؟ الست ساميه بتكبر ولسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. انا نفسي افرح بيها واشوف ولادها وهم بيتنططوا حواليا كده. صحيح، مال وجمال وذوق واصل، ده الف من يتمناه. الا ليه؟ عقده يا اخوي، خايفه يحصل لها اللي عمل ابوها في المرحومه امها الله يرحمها. ايوه ايوه ايوه، انت حكيت لي مره الحكايه دي. الا ما فيش اخبار عن ابوها خالص؟ لا خبر ولا سيره يا اخوي، حتى اخر عنوان كان عندها بعتت عليه جوابات بعد المرحومه الله يرحمها يعني امها، رجعت لها جوابات تاني. بقول لك يا سيف الوفا، هو انت مش كنت مربي سي محمود على ايديك؟ طبعا،
متربي على ايديا دول. تعرفي انا طول عمري كنت اقرب الناس للمرحوم ابوه، اقرب له من اخواته ذات نفسيه. هتسلطوا على سامي؟ اسلطهم؟ ايوه، ذوقوا عليها، خليه يتقدم لها، ولا يكونش هو كمان متعقد من الجواز. هو جايز مش متعقد بس مش فاضي. اصل هو يا زينب بيشتغل ليل ونهار، ولما يتعب يا ولداه ينام في اي حته زي القتيل. بس برضو يا زينب جايز يكون مش عقد، يعني متعقد بس عقده تانيه. هو اصل ايه؟ خايف بعد ما عمامه كانوا عايزين ياكلوا حقه وحق ابوه. ايوه، عشان كده عايز يحوش على قد ما يقدر عشان يحس بالامان وانه مش محبوب لحد. طب وحياتك يا ابو الوفا، انا شايفاهم الاثنين زي ما يكونوا حله ولقيت غطا. زينا كده؟ يو يا ابو الوفا، وطي حسك يا راجل، الحيطان لها ودان. حيطان ليه بس؟ تعشى تأثر العمر. معقولة زي نبقى متجوزين وعايشين مش متجوزين؟ ايه مش متجوزين دي؟ اوعى اوعى يا ابو الوفا تكون مطلقني غيابي ولا حاجه يا راجل. مين دي؟ ده اللي زدت الكلية زينب. انا قصدي يعني متجوزين وعايشين زي اللي مش متجوزين. انت بتنامي عند الست سمير وانا بنام عند سي محمود وما بنشوفش بعض الا هنا. ما تبقاش طماع يا راجل. لا انا طماع. يا راجل اصبر شوية، ما احنا بنتقابل كل يوم خميس في اوضتنا في الحسين. ايوه، تكذب على الست سامية وتقول لها انك رايحة تزور اختك الكبيرة في شبرا الخيمة. ما انت بتكذب على سي محمود وبتقول انك كل يوم خميس بتروح تزور ولاد اخوك في بنها. احنا لحد انت هنفضل زي التلامذة الصغيرين اللي بيزوغوا ويقابلوا بعضه في السير؟ لا، لازم يعرفوا ان احنا متجوزين. اصبر شوية يا ابو الوفا اصبر، ما احنا بقالنا 4 سنين متجوزين ومخبيين. الله، انت تزن على سي محمود من ناحيه وانت تزن على الست ساميه من الناحيه الثانيه. لازم يتجوزوا يا ابو الوفا. اسمعش، ما هم يتجوزوا ياخد واحد منهم يلاقي له جوازه تليق له. خلينا نخلص ونتلم ببيتنا. بصراحه انا زهقت من عشره الحراميه دي. بقول لك ايه؟ قولي. تعرف تجيب لي حاجه من قطر سي محمود وانا اجيب حاجه من قطر ساميه؟ قطر؟ ايوه، حاجه من ريحته، منديل او هدوم يروح بيهم للشيخ سر وباتع يا حبيبي، يعمل لهم حجاب بالمحبه والقبول. لا يا زينب، لا، الحاجات اللي بتقوليها دي حرام، نصب ودجل. واي واي، قولي لي يا زينب، تكونيش خدتي حته من قطري من 4 سنين ووقعتني في غرامك. انا فاشل، انا يا حبيبي مش محتاجه الحجاب، ده انت اتدهولت من اول ما شفتني اول مره. ماشي ماشي يا زوزو، مقبوله منك. بص بص، هم اتاخروا ليه؟ ده احنا قربنا على العصر. تعب القلوب دي، ايه الحتت الناقصه يعني؟ ما اسمهاش حتت ناقصه يا زينب، اسمها مناقصات. مناقصات عشان الشغل. ادي اعمل لك قهوه تاني. أتعب أتعب يا زينب، وأنا محتاجة أحافظ على صحتي. يا أختي ربنا يخليك ليا ويخلي لي صحتك، هو أنا حالتي غير صحتك؟ عشان ما منكم شقاوتك. اختشي اختشي يا راجل عجوز. مبروك يا باشمهندس، مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. في الحقيقة احنا افتكرنا إن أنتوا هتعملوا مناقصة كالعادة. لا لا لا، أنا فضلت التعاقد مع مكتبكم مباشرة، عرضت الموضوع على أعضاء مجلس الإدارة ووافقوا. في الحقيقة سابقا أعمالكم معانا شهادة لينا. بس احنا برضو كنا جاهزين للمناقصة. أنا متأكد من ده، بس ده كان هيبقى نوع من تضييع الوقت. احنا مصممين عليكم بالتحديد تنفذوا مشروع الفندق ده. مكتبنا في جنيف وافق بالإجماع على تصميماتكم وماكتاتكم، رغم كان في عروض كبيرة قوي إيطالي وفرنساوي. تأكد يا فندم إن مشروع الفندق ده هو حلم عمرنا، هنحط كل خبرتنا فيه. خصوصا اللمسات والذوق المصري. هي شركة سويسرية صحيح، لكن الفندق هيتبني هنا في مصر. أنا واثق إن وجهة النظر دي هي اللي خلتكم فزتم بتنفيذ المشروع. مرة تانية ألف مبروك يا باشمهندس، واتفضل أدي صورة من العقود وشيك دفعة التوقيع. مساء الخير يا حبيبي. مساء الفل. تعالي، عندي ليك مفاجأة، بس مش عارفة هتعجبك ولا لأ.
احتفال خاص جدا. ايه ده كله ده حبيبي ورومانسيه واحتفال؟ بمناسبه ايه بقى؟ عيد الجواز ده؟ لسه. عيد ميلادي في مارس. عيد ميلادك انت في ديسمبر. رنا ومايا في يوليو. ايه المناسبه بس فاهمين؟ قضيه شركه الطيران. لا 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 كسبتيها. ايوه يا رب. وخدت تعويض 15%. لا 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 15%. ايوه. حاجة عليا الشمع والطبق؟ لا ما هو اصل في حاجه تانية غير الشمع والحاجات دي. حاجه تانية؟ لا لا لا. طب اشيل مايا ورانا هيباتوا عند ماما النهارده. يعني هنتعشى لوحدنا ونخرج ونسهر كمان، وهنصيع في الشارع للصبح لوحدنا. وعد يا شريف كده. نهد، هو انا عمري اتحكت عليكي ولا اديتك زرب؟ ابدا. طب ايه رايك بقى ان انا عندي ليكي اخبار حلوه جدا؟ ايه قولها لي. اقعدي اهو ما اسمعش صوتك. اهم شركه محمود وساميه اتحددت قيمتها في السوق النهارده بتلاتة مليون جنيه. لا عدا ونقدا. لا 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 ما تقولش. قلت وما بكدبش. يعني صاحبتي بقت مليونيرة؟ يعني هو صاحبي اللي ما بقاش مليونير ومحمود بقى مليونير كمان. خسارة. الحلو ما يكملش. عارف يعني الواد صاحبك ده مش كان يتجوز البنت صاحبتي ديت؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش يا ناهد، دول عاملين زي ناقر ونقير، يتفقوا في التفوق، في النجاح، في شغل الهندسة، المقاولات. تساوي ايه بس ملايين الدنيا لو الانسان عايش لوحده؟ عارف يا شريف، لو عرضوا عليا ملايين الدنيا هرفض. انت ورانا ومايا عندي اغلى من كنوز الدنيا. طبيعي لما تبقي انت اغلى كنز في العالم تسوى ايه بقى مليارات الدنيا جنبك يا حبيبي. لا 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 لا. فاضل يومي وحانبتني. فاضل يومي وحانبتني. ارتاح يا قلبي ونامي يا عين. ارتاح يا قلبي حانبتني. طب يلا يا زلمه بقى اكشف الاكل. واحد بطنه تضرب تقلب. يا سلام يا ابو الوفا. انا قلت لك تجيب لي كوارع بتلو. بتجيب لي كوارع كندوز ليه؟ البتلو بتبقى صيصه، انما الكوارع الكندوز مليانه غذاء وبهريز. طب اتفضل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. مطرح ما يسري يمري. بس اوعى تسيب فتفوت. انت عارف يا ابو الوفا ما بنجيش هنا غير مره في الاسبوع. دقي بقى شربة الكوارع اللي على اصليها. يوه يخيبك يا زينب، نسيتني يا راجل. انا على فين يا زين؟ نسيت اجيب لك الترش البلدي يا ابو الوفا. ارتاح يا قلبي ونامي يا عين. انا وانت انت بتقوليها ازاي يا زين؟ على فين النهارده يا باشمهندس؟ على الشركة ولا على حتة تانية؟ لا على الشركة. ليه؟ أصل كده متأيف وآخر شياكة. أصل النهارده يا سيدي بقى الشركة عمرها هيكون 6 سنين. عقبال الميت سنة. ذمتك مش المناسبة دي تستحق الشياكة؟ والله يا باشمهندس مناسبات كتير قوي تلزمها الشياكه، بس انت ولا على بالك. مناسبات ايه يا راجل يا عجوز انت؟ مناسبات كتير، يعني لو اتكلت على الله كده ورحت تخطب عروسه لابد من الشياكه، تكتب كتابك عليها لابد من الشياكه، وانت قاعد كده منور جنبها في الكوشه وبيزفوك لابد من الشياكه. الجواز ده اسمه مصيبه يا عم بلوفا. انا معاك ما قلتش حاجه، بس لازم تسعى له. النصيب ما بيجيش الا اللي بيدور عليه. يا سلام. تعرف يا محمود يا ابني، انا فاكر زمان لما قلت لي انك مش هتتجوز الا لما تكون نفسك وتعمل فلوس وتامن ولادك اللي هيجوا. ما عادك النهارده الحمد لله
ربنا فتح عليك وبقت واسعه والحمد لله. ما تتكل على الله بقى وتشوف لك عروسه وتستقر كده عشان اطمن عليك واطمن على مستقبلنا كمان. مستقبلك؟ يا راجل انت ناوي تتجوز ولا ايه؟ وليه لا؟ حرام ولا ممنوع؟ ولا حرام ولا ممنوع، انا بس كل اللي ببص له يعني حكايه السن. مالكش دعوه بسن، اتكل على الله انت وشوف عروسه وانا مستنيني بدل العروسه 10. طب يا سيدي ما دام معجباتك كتير كده وبدل العروسه 10 اتجوز انت واتكل على الله، مالكش دعوه بيا. ما اقدرش يا محمود يا ابني، ما اقدرش اسيبك الا وانت في حضن عروستك، دي وصيه المرحوم ابوك. اقول لك حاجه ولا تزعلش مني؟ قول يا عم ابو نفر. انت متعقد يا محمود يا ابني، متعقد من اللي عملوه معاك عمامك الله يسامحهم. انما ايه افرض يعني بعد الشر، الف بعد الشر عليك، يا ريتني انا قبلك. افرض يعني جرى لك حاجه لا قدر الله، من اللي هياخد اللي وراك واللي قدامك؟ من اللي هيستفيد من عرقك وشقى عمرك؟ مش عمامك ولاد عمامك؟ صح بقى ولا انا غلطان؟ اعمل لي قهوه يا عم بالوفا. هديك زعلت، الله يخرب بيت مخي. لا لا انا لا زعلت ولا حاجه، بس كلامك مظبوط قوي فانا انكبست. اقول لك اعمل لنا اتنين قهوه، اتنين قهوه مظبوط زي كلامك كده، نشربهم سوا ونقعد نتكلم. من عيني يعني جرى لك حاجه لا قدر الله، من اللي هياخد اللي وراك واللي قدامك؟ من اللي هيستفيد من عرقك وشقى عمرك؟ مش عمامك ولاد عمامك؟ ان كان على ارض ابوك الله يرحمه تمام، هتصرف عليه واكل وشرب وعلام ولبس، ما عادش فاضل بينها غير ثلاث فيادين، ودول موجودين في زمام الحوض الشرقي، والمأجرين راكبين عليهم. كانك تحب تبيع اني وعمامك اولى، لانك لو بعت للغريب هتبيعهم بتراب الفلوس. ايوه يا عم، ثلاث فدادين ازاي بس؟ انا نصيب ابويا في الارض 40 فدان. هي صوره عاد ولا ايه؟ ما قلت لك تمنهم اتصرف عليه، كانك مخون عمك الكبير. اطلع المجلس الحزبي وهناك كل شيء متسجل بالورقه والقلم. ايوه اللي بتخبط، افتح. لا افتح انا. مفيش اي حاجه غيرك انت ومحمود، قلت بقى اجي افطر معاكي. حماتك بتحبك يا ستي. انا يا اختي حماتي بتحبني، عقبالك يوم ربنا يرزقك بحما تحبك. طيب وفريدي اتجوزت واحد امه ميته؟ يبقى ربنا بيحبك. اسكتي يا سامحه، انا امبارح شفت لك منام. منام؟ حلمت بيكي. فيها ايه دي؟ ما فيهاش. حلمتي بايه بقى يا ستي؟ حلمت يا ستي خير، اللهم اجعله خير، قال ايه؟ انت ماشيه في طريق كله نور ولابسه فستان ابيض فابيض. وفي ايدي واحد لابس بدله ماسك ورده وقدامنا رقاصه. ده مش حلم، دي مؤامره بينك وبين شريف عشان تجوزوني. بصراحه بقى انا وشريف بقى عندنا تلات بنات، رنا ومايا وانتي، قررنا ما نجوزش الصغيره قبل الكبيره. بس رنا ومايا لسه ما طلعوش من البيضه. بس خطابهم كتير قوي من النادي ومن الحضانه، تامر ووائل وعبد الستار. بصراحه بقى عايزين نخلص منك انتي الاول. تعرفي ان انا امبارح ما جاليش نوم طول الليل؟ ليه؟ سلامتك ما كلمتنيش ليه؟ كنت حاسه بوحده فظيعه، قعدت الف في البومات الصور، البومات امي وابويا البومات جوازك انتي وشريف. كنت لوحدي في البيت، دادا زينب كانت بتزور اختها في حلوان. فجأة حسيت ان انا دايخة وكأن هيغمى عليا. سلامتك يا حبيبتي. جالي احساس ان انا ممكن اموت لوحدي في الشقة، لا حد يحس ولا يضرب. ايه؟ اقصى عليكي، ما تخدنيش عليكي يا سامية. صدقيني هو ده الاحساس اللي جالي. بس قعدت افكر تاني، فكرت في قد ايه انتي وشريف مبسوطين في جوازكم، فكرت في كلامك ليه. مش شرط كل الرجاله يكونوا زي ابويا، اكيد في رجاله كويسين.
وبدأت شوية بشوية أقتنع بفكرة الجواز. ده زينب، ده زينب. أيوه خير يا ست ناهي، تعرفي زغرتي؟ أيوه يا حبيبتي، بس ليه؟ زغرتي الأول وبعدين أقول لك ليه. حاضر. باشمهندس محمود. باشمهندس محمود. ايه باشمهندس محمود؟ باشمهندس في ايه يا شريف؟ اقرا وانت تعرف. في ايه يا شريف؟ اقرا وانت تعرف. مش عارف، انت بيبقى وراك حاجات كده يا راجل. اقرا. مش ممكن، مش ممكن. 3 مليون جنيه؟ سعر السوق ورأي الخبر، سعر السوق رأي الخبر. مش معقول، مش معقول. بجد يا شريف انت تستاهل كل خير. انت ليك فضل كبير جدا في اللي احنا وصلنا له دلوقتي. يا راجل عيب. الفضل لربنا سبحانه وتعالى، وشغلك ومجهودك انت وساميه وكل اللي حواليك دول، كل اللي اشتغلوا معاك من كبيرهم لصغيرهم او من صغيرهم لكبيرهم. ربنا يبارك فيك يا مان، ربنا يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مهندس. ايوه ايوه واخد بالي. مبروك. مبروك عليك. مبروك علينا كلنا. مبروك يا باشمهندس، يا ابدع باشمهندس في الدنيا. اه دي وراها حاجه يا ابو الوفا. المنحه يا باشمهندس. عيني الاثنين. يلا الكلام للكل، منحه نص شهر لكل العاملين في الشركه. ونص شهر مني انا كمان. تعالى يا دادا زينب. الفلوس كلها يا ابويا، نص شهر. ضم ضم يا شريف، تعالى ناخد صوره سكريه كلنا بقى. يلا. هدية محمود، يا ترى جايب لك ايه؟ ما تفتحيها. لا المفروض انت تفتحيها بنفسك. ماشي. شكرا على انك تحملتيني 5 سنوات، ادعو لك بمزيد من القدرة على التحمل. محمود. هنشوف جايب لي ايه. على الأقل صريح وعارف عيوبه. تلحق عليها واحدة واحدة. إيه بقى؟ معقولة؟ شوكولاتة؟ ده أفخم نوع شوكولاتة. الله، مين هولندا. معقولة 5 سنين بتشتغل معايا وجايب لي شوكولاتة؟ أنا ما بحبش الشوكولاتة. طب وأنا مالي؟ أنا إيه اللي عرفني؟ ما هو 90% من الستات بيحبوا الشوكولاتة، ما كنتش أعرف إن أنتِ من 10% يعني اللي ما بيحبوهاش، ما كنتش أعرف إن أنتِ من القاعدة الاستثنائية يا ستي. وبعدين عايز أقول لك على حاجة بقى. إيه غريبة أوي برضه. إيه يعني؟ بيتهوفن وفاجنر وباخ وموتسارت وكورساكوف، إيه يعني؟ ما أنتِ عارفة إن أنا ما بحبش المزيكا الكلاسيك. آه. ايوه بتخطني. ما انا قلت غازي ذوقك الفني بدل الاغاني السوقيه اللي بتسمعها بتاعت المبيضين ونجارين المسلح، تسمع وتتغذى روحيا. غذيني روحيا؟ طب ما انا برضو شايفك خاسه اليومين دول وتعبانه وعينيكي داخله لجوه وممقوته كده، فقلت اغذيكي، فجبت لك شويه شوكولاته اصليين عشان تاكلي وتبربي عشان تتغذي جسمانيا وعقليا. اعمل معاك ايه؟ ما انت كده طبعك يعني ولا هتشتريه؟ ماشي، مقبوله منك يا شريفتي. سلام. سلام يا شريكي. بصراحه بقى سامي عندها حق، انت جربت تسمع مزيكا كلاسيك؟ اسمعها فين؟ اسمعها فين؟ جنب خلاط الاسمنت ولا في وسط العربيات والكلاكسات والدوشه والزحمه؟
يا جدع اسمع، مش جايز تحبها وتعجبك؟ اقول لك مثلا اسمع القدر او شهرزاد. هي دي بحيرة البجع. اسمع بقى بحيرة البجع؟ يمكن ما يكونش بحيرة البجع، يمكن يكون في شريط محطوط بدل شريط. اسمع بقى. هنسمع اللي موجود وخلاص. بصراحة تسلم ايديه، انا عمري ما دقت شوكولاتة بالجمال ده. تجنن. انا حمود نصيف مية ورانا بيموتوا في الشوكولاتة بجد. حلوة قوي. هايلة. دول حبيبتي. دول انفعول. تخيلي ان انا بقالي من زمان قوي ما اكلت الشوكولاتة، يمكن قبل حتى ما ادخل الجامعة، من وقت ماما الله يرحمها والافراح خصمتنا، الشوكولاته فجاه ما بقتش تدخل بيتنا. والله حلوه. ايه ده؟ بصي كده. قميص حر. جبت محمود ليه؟ اكيد مش كان في العلبه، بس ذوقه يجنن. ايه ده؟ ده في بخت. لما اجت في السوق الشوكولاته ام بخت، فاشتريت البخت لوحده. مش قوي كده يا باشمهندس. على العموم ميرسي على الهديه. عجبتك؟ عجبتني قوي. وتخيل اكتشفت كمان ان الشوكولاته طعمها حلو. وانا كمان اكتشفت ان كورسكوف ده هايل، وفاجنر يجنن، وبيتهوفن يخبل. على فكره الشرائط الكلاسيك اللي انت بعتها لي دي واضح انها هتغير مسار حياتي. ميرسي يا شريكي. العفو يا شريكتي الحبيبه. تعرفي يا نهم، محمود فاجئني النهارده، ظهر جوانب في شخصيته ما كنتش اعرفها. ودي بقى حاجه كويسه. طبعا كده قدرتنا على التفاهم في الشغل هتبقى اكتر، والشركه هتبقى انجح. شغل وشركه. طبعا. طيب خدي يا حبيبتي، خدي. ايطاليا. كان عندك معرض هناك ولا ايه؟ معرض نحت. بيهتموا بالمعارض قوي هناك الحقيقه. حاجه جميله جدا. مش معقول. ساميه. ازيك؟ ايه المفاجاه دي؟ انت اللي ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا رافض؟ عامل ايه؟ اتفضل يا رافض اتفضل. انت معزوم هنا ولا ايه؟ طبعا، ما هو رضا دفعتي قسم عماره وده عيد جوازه النهارده. انا كمان هدى دفعتي وده عيد جوازها النهارده. مش معقول. مفاجاه مش ممكن. انت شكلك كده مش جايب معاك هديه. تحب اقول ان دي مننا احنا الاثنين؟ لا لا لا، انا احب اجي كده فري من غير هدايا ولا حاجه. بقول لك ايه، انت مش داخله ولا ايه؟ يلا يلا. محمود ابو نجا، ايه النور ده كله؟ عيد سعيد. الله يخليك. الف مبروك. انت فين يا ولد؟ مبارك كل سنه. اهلا وسهلا. اهلا. ايه ده، انتوا جايين مع بعض ولا ايه؟ ايه اللي لام الشامي على المغربي؟ اكيد اتجوزتوا في القداسه من غير ما تعزموا حد. هو مين اللي اتجوز مين؟ انت ومحمود. محمود مين؟ الله، محمود ابو النجا. محمود ابو النجا؟ لا طبعا،
يعني ايه لا طبعا؟ مش قصدي، انا قصدي محمود فين وانا فين؟ العباقرة اللي زيه محتاجين واحدة عبقرية. لا 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 بالعكس، المهندسة سامية شخصية نادرة ورقيقة وذوق وكلاس، محتاجة واحد ذوق وكلاس زيها؟ أنا مش قادر أصدق إنكم مش متجوزين. حقيقي بقى لازم تتجوزوا. لا طبعا، أنا ومحمود شركة في الشغل وبس. يا خسارة. خسارة ليه بقى؟ ممكن تشيلينا من دماغك وتخلينا في الحفلة؟ يبقى تقوموا ترقص. دي مصممة بقى، يلا بينا. يلا. برضه مش عايز تشرب اللبن؟ وبعدين معاك. طيب بق واحد بس. بق واحد عشان خاطري. لو ما شربتش اللبن هزعل منك. هقول لبابا ما يوديكش النادي. في دماغ وعند. ناقصك ايه يا دماغ؟ ده انت مال وجمال واصل ويتمناكي احسن الناس. في رجاله طيبين كتير قوي يا حبيبتي، بس انت كده تكل على الله وقولي يا جواز. امين. كاني بدل في مالطه ولا بنفخ في قربه مقطوعه. هعمل لك نسكافيه. هتلاقي الدنيا لها طعم تاني، ولادك حواليك، وست حنينه كده تحن عليك، عيونها هتشوف بيها نفسك ونجاحك. يا محمود يا ابني، ده سيدنا ادم كان عايش في الجنه في وسط الملائكه، ومع ذلك حياته ما كملتش الا مع ستنا حواء. ايوه، ما هو بسببها ساب الجنه ونزل الارض للعذاب ووجع القلب. يا ابني دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. علشان الارض تعمر. عمرك اطول من عمري. انا كنت جايلك. حالا حصلني بشاي على هناك. شايف ايه؟ حاضر. انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ مش عارف كده، عزومة امبارح كان دمها تقيل، عملت لي اكتئاب. اكتئاب؟ ما اعرفش بقى اكتئاب ولا احباط، هو احساس بالقلق والتوتر ملهمش اي معنى. انا برضو عمري ما شفتك بالشكل ده، كنت كأنك في حالة حزن أو شجن. شجن؟ شجن إيه؟ تصوري بقالي 10 سنين ببني في بيوت بسلمها للناس، أسقف وحيطان وجدران وهوا تتملي بالعيال والحياة والدفى، وبعدين بقى صلح وخناقات ضحك ودموع حاجات من دي، وأنا بقى إيه بالنهار حمار شغل وبالليل أنا والحيطان والأفكار. يا عيني. ده بقى اسمه إيه ده؟ ده اسمه الوحدة يا باشمهندس. إحساس عارفاه كويس أوي. عارف
ساعات بيبقى نفسي اقعد اشتغل 24 ساعة، عايزة الدنيا كلها تبقى نهار ما فيهاش ليل. كل دفعاتي كانوا موجودين في العزومة بتاعت امبارح، بقالي سنين طويلة ما شفتهمش، كلهم اتدبسوا الا انا. دبسوا؟ لا مش قصدي، قصدي انهم اتجوزوا يعني. اتجوزوا وخلفوا عيال وعيالهم بقى طول. طب ما انا عن نفسي هدى صاحبتي ودفعتي واكبر مني بشهرين بس، وما اتدبستش غير من سنة واحدة. طب ويا المريضة برضه دفعتي واكبر مني بسنة. بجد؟ اه والله. بقول لك ايه؟ انت بترص حلوة قوي. علمت الرص فين؟ في نفس الحتة اللي انت اتعلمت فيها. والله؟ طيب قولي لي بقى كنت عايزاني في ايه؟ مفيش، حسيت بس ان انا مش طايقة الشغل، قلت اقعد ارغي معاك. غريبة، اصل انا كمان مش طايق الشغل. طيب ارغي بقى. يبقى فرح صحابهم اللي راحوه امبارح هو اللي لخبطهم بالشكل ده انا مش طول الليل مشغل الشريط خرجت اللي جايبهم له هديه ورايح جاي في الشقه. تتصوري يا زينب بدل ما يحط على الشاي سكر حط ملح. مش بقول لك يا ابو الوفا، دي كانت طول الليل سهرانه عماله بتكلم في نفسها في المطبخ، رحت مستحبه وداخله على اوضتي، بصيت الصبح وانا صاحيه لقيت الاوضه بتاعتها مكركبه، قلت لها وضبها لك، قالت لي لا سيبي كل حاجه زي ما هي. غريب، قلت النهارده متوضبه على سنجة عشرة وكل حاجه في مكان، ده عمره ما كان كده. بقول لك يا ابو الوفا، ايه اللي خلاه يسيب مكتبه ويروح يقعد في مكتبها؟ انا مش عارف، لكن يا خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. هتودي الشاي والنسكافيه ولا اوديهم انا؟ لا هوديهم انا. بقول لك ايه يا ابو الوفا، عايزك على قد ما تقدر تسمع هما بيقولوا ايه. زينب شش اصبري. يا رب وفقهم لبعض يا رب. تصوري ما خدتش بالي الا دلوقتي. ما خدتش بالك من ايه؟ انك اول مره تيجي المكتب يعني لابسه جينز وتي شيرت. زهقت من الخنقه، تعبت من التيارات واللبس الرسمي. طب ما انت كمان اول مره تلبس بدله وكرافات. اصلا زهقت من الحريه، خلاص عايزه اتخنق. مالك يا محمود؟ مش عارف اقولها ازاي. قولها زي ما تقولها، مالك؟ عايز اتجوز. النسكافيه بتاع حضرتي والشاي بتاع حضرتك. شكرا. الشاي ده بتاعي، اصل النسكافيه ما يليقش على الجينز، جرب انت النسكافيه هيليق مع البدله. على رأيك. تصوري اكتشفت بعد العمر ده كله ان انا مقطوع من شجرة، لا اعرف بنات ولا اعرف عائلات عندهم بنات. انا كمان كل البنات اللي اعرفهم اتجوزوا، اخرهم هدى اتجوزت صاحبك، سنين والمكتب واخدني ما بشوفش حد. انا برضو زيك، امبارح بالليل فكرت اعمل اعلان جواز في الجرايد. اعلان؟ ايوه اعلان مدفوع لاجر بيتنشر اسرع. أنا اتصلت بالمحررة وقالت لي أكتب كل شروطي ومواصفاتي في العروسة اللي أنا عايزها. عايز تتجوز بإعلان؟ آه، بص بقى، السؤال ده من غير ما أقراها، أنا عارفة أنت عايز عروسة شكلها إيه. أولاً إعلان؟ أنا سمعت بودني بيقول كده، هيعمل إعلان يقول فيه إنه عايز يتجوز. هو إيه الجنان والوش الرسمي ده؟ ما يقول لها نتجوز ويخلص. يمكن مكسوف يا زين، ولا يمكن يكون حاطط عينه على بنت شكل تاني. اقول لك ايه، انا عايزك تروح تصنط عليهم، واوعى اوعى يا ابو الوفا يحسوا بيك. اطمني عليا يا زينب. غريبه، انت حددت المواصفات زي ما كتبتها في الاعلان. مش 10 سنين يا باشمهندس، اكيد فهمتك وعرفتك.
طب ايه رايك بقى انا هكتب لك انت كمان اعلان؟ وانت مش هعرفك بقى بمواصفات الراجل اللي عايز اتجوزه. يا ست سيبيني اجرب اشوف نفسي فهمتك ولا لا. ما عنديش مانع، جرب. اولا انا هكتب مواصفاتك انت. اكتب اولا. لا ما تملينيش، خليني اكتبها على حسب ما فهمتها. ماشي. على طلب الثلاثة هو عمال يكتب. يمكن بيكتبوا كتاب. كتاب ايه يا زين؟ اللي يكتب الكتاب لازم يكون مأذون. ولكن انا داخل اشوف هما بيعملوا ايه. يا رب. هو ده رأيك فيا؟ ايه وحش؟ لا معقول قريب من الحقيقة. طيب تعالي بقى اقعد انت هنا اهو. ايوه كده. اكتب بقى مواصفاتك في العريس. ماشي. لا 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 ايه اللي بيعملوه ده؟ انا مش فاهم حاجه يا زينب. ده كانه بيدور لها على عريس. وهي المجنونه الاخرى كانها بتدور لها على عروسه. انا مش قلت لك يا ابو الوفا؟ قلت لي ايه؟ قلت لك نعمل لهم حجاب بالمحبه عشان يتجوزوا ويخلصونا. يا زينب اللي بتقوليه ده تخاريف وغلط. اعمل ايه يا ابو الوفا؟ ما انا خلاص هتجنن منهم هما الاثنين. يا صباح الفل يا عم ابو الوفا. اهلا يا استاذ شريف. صباح الخير يا دادا. صباح الفل يا استاذ. انا مش فاهم عم ابو الوفا امتى بقى هتصلح السلمه المكسوره دي؟ ولا انا مكتوب عليا اقع طول عمري يعني؟ كل مره يقع فيها. امال الباشمهندسين فين؟ ما لهمش في الموقع. ما هم راحوش النهارده. ما راحوش هم الاثنين موجودين في المكتب جوه. في مكتب ساميه؟ ايوه يا حبيبتي بيعملوا اعلانات. يا زينب انت مالك؟ اعلانات؟ اعلانات ايه؟ اعلانات جواز. يا زينب الله جرى ايه يا ابو الوفا؟ انت هتمنعني من الكلام ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ هما بيعملوا اعلانات عشان ينشروها في الجورنال عشان يتجوزوا. انا بالمرة قلت لك يا زينب عشان مش تكلم. صدقني كده فهمت بقى؟ فهمت ايه؟ بيعملوا اعلانات عشان ينشروها في الجورنال عشان يتجوزوا. ازاي؟ ايه بقى اللي احنا سمعناه ده؟ سمعنا انكم قعدتوا وناويين تتجوزوا. طبعا ابو الوفا ما هو دايما بيتصنط عليا. ما تظلمش الراجل اللي داخل علينا بالشاي والنسكافيه وانت بتقول عايز اتجوز. هتتجوزوا؟ بصراحه احنا عملنا اعلان في الجورنال كتبنا فيه كل المواصفات والشروط اللي احنا عايزينها ونشوف بقى اذا كان هينفع ولا لا. اعلانات؟ طب وايه المشكله؟ ده شيء عادي جدا دلوقتي. في اوروبا في مجلات مخصوصه للحاجات دي وفي وكالات جواز بالكمبيوتر. طبعا زي الكمبيوتر خالتك ام شنب الخطبه وعمتك ابو زعتر. ايه ده؟ انت بتتريقي ولا ايه؟ طب نعمل ايه؟ اذا كانت ظروف حياتنا وعملنا مش بيخلينا نختار شريك حياتنا المناسب فعملنا الاعلان. مفيش مانع فعلا يا ناهد مفيش مانع. الكلام اللي بيقوله محمود صح 100% بالذات في الدول اللي الناس فيها بيشتغلوا كتير قوي ما عندهمش وقت. يعني يعملوا الاعلان فيها ايه؟ يا عم انت صاحبي وفهمني كويس. في حاجه امام الاعلان؟ لا مفيش. قول لا. وانت كمان عامله اعلان؟ طبعا اهو. بص وادي الاعلان بتاعي. اقرا وسمعني. متوسطه الطول. متوسطه الطول. بيضاء البشره. قمح اللون. ناعمه. متزن بالرجوله. طب ايه رايك بقى ان انا عندي ليك عروسه بكل المواصفات اللي انت طالبها في الورقه دي؟ محاسبه زميلتي. ايه رايك بقى؟ انا عندي ليك العريس المناسب في كل شروطك. محامي ناجح وهايل. يعني ايه؟ ما نشوفش الاعلان؟ والله انا رايي ان انتوا تشوفوا العريس والعروسه اللي عندنا الاول، ايه توفقتوا خير، ما توفقتوش ننشر الاعلان مش هنخسر حاجه. صح. وعشان يعني ما يحصلش احراج عيد ميلاد رنا بعد يومين، طبعا هتكونوا موجودين، انا هعزم زميلي وشريف هيعزم زميلته، وكانكم اتقابلتوا بالصدفه. ها يا باشمهندس، ايه رايك؟ طب ثانية واحدة. ايه رايك؟ انت ايه رايك؟ ما عنديش مانع. وانا كمان ما عنديش مانع.
والاعلانات موجوده والجرايد مش هتقفل. اتفقنا. حلو. احنا هننزل بقى عشان نلحق نجيب البنات المدرسه، وهو بالمره نوصي على شويه حاجات للحفل. ماشي؟ يلا بينا. يلا باي باي. باي باي. انا بقول لك ايه؟ تفتكر الموضوع ده هينفع؟ ما ينفعش ليه؟ انت عايز تروح؟ انت العروس زي القمر، انت بس اللي شريتها. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Rana, happy birthday to you. سنة حلوة. برافو. الله. اعمل لك طبق؟ ماليش نفس. وانا كمان ماليش نفس. هي دي العروسه؟ ومالك متلخبط ليه؟ باين عليها اموره وبتحب الحاجات الحلوه. مبروك مقدما. أكيد بقى الشاب الوسيم الفرق الطويل هناك ده هو اللي عليه العين. شكله لطيف قوي على فكرة، وبان عليه منظم. لذيذ قوي. مبروك عليك أنت كمان. ميرسي. لا ميرسي مش عايز. إيه يا جماعة؟ مكسوفين تاكلوا ولا إيه؟ مش مكسوفين ولا حاجة، إحنا اتنين مالناش نفس. إحساس طبيعي. طبيعي ايه بس انت كمان؟ ده انا حاسس ان انا زي ما كنت تلميذ في الثانويه العامه دخل امتحان ومش مذاكر. يا عم انت اهدى، انا قلت لك قبل كده ان الاثنين ما عندهمش فكره عن اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني مجرد تعارف. انا متوتر قوي مش قادر اشريف. ايه ده بس، تعال اعرفك على ناديه. لا بلاش بلاش، خلينا واقفين هنا احسن. بلاش ايه ناديه؟ ناديه عروستك يا اخي، تعالى. خليك بس يا شريف. بلاش بلاش. مبروك عليك يا على طول. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي بقى عشان اعرفك بحسين. هو اسمه حسين؟ ايوه، محامي ناجح وشاطر. طب خلينا شويه. ليه؟ يلا بس اقوم اقوم يلا. ما ندخلش عليه كده، خليها تبان صدفه. حاضر يا ستي. واقفه هناك مع الولاد وشريف عند الحاوي. انت قلت لي انك بتشتغل محامي؟ ايوه محامي في شركه، زميلي الاستاذه ناهد، فكرت استقيل واشتغل محامي حر. جنايات ومخدرات وقتل وكلام من ده، حتى ما انا شاطر قوي قوي بقى في الجنايات. ما شفتنيش في الجنايات، ده انا ممكن اشوف القاتل وهو بيقتل القتيل وبرضه اطلعه براءه. معقوله؟ امال، بس خفت، اصل المحاميين كتروا قوي في البلد. قلت اديني خليني قاعد في الشركه مرتب ثابت ومضمون، واديني قاعد مع والدتي في شقه العيله، والحمد لله قدرت اغير عقد الشقه باسمي. ما تيجي نروح نتفرج على الحاجه. يلا، انا فعلا نفسي اكتشف سرك. قولي ايه الاخبار؟ لازق لها. هو مين؟ الباشمهندس مش قادر يتحرك من قدامها، مش ممكن تكون اول مره يقابلها. Everybody in the mood, but they're looking to deal with a new Jack Cole, gonna rock. Elbow the place with the power of a ninja turtle face. I'm a fan, you know I'm not playing. Never think the show was the first, I'm saying.
أما أنا بقى شطرة شطرة في المطبخ، أخش المطبخ أحلى حلويات تطلع من تحت إيدي. عارف ماما ما تعرفش تطلع حتى صينية بسبوسة. أنا بعمل بسبوسة وكنافة. كل الأنواع. أمال. وبتحبي إيه تاني من الحلويات؟ طيب عايزة بس طلب من حضرتك يا أستاذ محمود. تحت أمرك. ممكن بعد إذنك تملالي الطبق ده؟ أصل طعمه حلو قوي. الطبق ده؟ أيوه. بس ده رابع طبق. يا رب يكون خامس. بجد؟ أمال. الرابع. ماشي. حط ده. لا سلامتك. ملك محمود عندي صداع، يعني هتدي اي حاجه مسكنه للصداع. حاضر. يلا بينا. عارفين يعني عارفين. يلا بينا وخلاص. ولا انت عجبك القعده قوي هنا؟ طبعا ما انت عماله ترغي مع المتر طول الوقت. ده انا برضه. ولا انت اللي مندمج قوي مع الست هنا؟ انا مش راكن في حته، انا معيش عربيه، البطاريه نامت وجيت في تاكسي. طيب عايز تروح فين؟ اي حته. اي حته يعني؟ مش انت اللي شددني من وسط عيد ميلاد؟ وانت كنت عايزه تقعدي؟ ما كنتش عايزه اقعد، بس اهو سمعت كلامك. يلا خلاص، تعودت على سجايرك. كان بيقولك ايه؟ هو مين؟ الأستاذ المحامي. هو أنا كنت سألتك الأستاذ المحاسبة كانت بتقولك ايه؟ اسألي. مش عاوز أسأل. حسيت بحاجات غريبة أوي. حسيت إني إني مش عارف أقول. حسيت بصداع وطلبت أسبرين من نهد. لا لا لا، حكاية الصداع دي أنا عملتها حج علشان أخدك وأهرب بيكي من عيد الميلاد. تهرب بيا؟ ما أنا ما كنتش أقدر أهرب من عيد الميلاد وأنا سايبني، سايب نص التاني. محمود. هي دي الحقيقة. وأنت واقفة مع الراجل الطويل ده، الواد اللي مستحي نفسه قوي ده، حسيت إن أنا نافوخي بيغلي. بموت. دماغي هتفرقع. مش معقول. وبعدين من غير ما أقصد بقى لقيت عيني عليكي طول الوقت، منين ما أنت رايحة وأنا عمال أبص عليكي. لحد ما هجمت عليا. هي مين دي؟ مش واحدة. فكرة ان انت ممكن تبقى متجوزة واحد تاني وعايشة معاه في بيت وقاعدة معاه لوحدك لا 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 لا، ده احساس فظيع فظيع. تصوري الاحساس ده عامل زي ايه؟ زي ما كان ابويا ميت بالظبط. حسيت احساس باليوتن. حسيت ان انا يتيمة سامي. محمود. نعم. انت بتحبني؟ الظاهر كده. اكتشفت ده لانه احنا بقالنا سنين شركة في شغل واحد، مكتب واحد، بشوفك كل يوم الصبح، حتى لو ما جيتيش ببقى عارف انك هتيجي، وحتى لو انت مش معايا في نفس المكتب انت قاعدة في المكتب اللي جنبي. يعني احساسي ان انا هدوس على زرار الدكتافون هسمع صوتك. صوتك يا سامي بيحسسني بالامان. زمان لما كنت بعمل التصميمات كان بيتهيألي ان انا بعمل تصميم كامل. سامية، أنا بعد ما عرفتك بقيت كل اللي بعمله حاسس إنه ناقص، حتى تصميماتي ناقصة. أنا فعلاً بحبك يا سامي. أنا زمان كنت نص واحد، دلوقتي لما عرفتك بقيت واحد صحيح. يعني أنت بتحبني؟ أكتر. بتحبني بجد بجد؟ بحبك بجد بجد. طب سمعيني كده. بحبك.
ايه؟ انت اللي هتسوق. انا اللي هسوق؟ ايوه. وبصراحه بقى كويس انك نزلتني لعيد ميلاد. لو كنت فضلت واقف مع البنت دي شويه كمان كنت ارتكبت جنايه. جنايه؟ ايوه. كنت هجمت عليها وضربتها وشدتها من شعرها. ساميه انت بغير عليك. طب اتفضلي. الرفاء والبغي انفي مبروك.